اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة دكتور كارلوس تيبس، ومعلومة جديدة ان شاء الله تستفيد بيها وتعمل لها لايك وشير عشان تعم الفايدة ويستفيد كل اصحابك. وكمان لو لسه ما اشتركتش معايا في القناة ادعوك ان انت تعمل سبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس عشان المعلومات الطبية اللي هتنزل بعد كده يجيلك تنبيه بيها اول ما تنزل وتشوفها اول باول، وكمان تقدر تشوف المعلومات الطبية اللي احنا قلناها في فيديوهات قبل كده. عنوان فيديو النهاردة هو أقوى من الفياجرا 6 مرات. هنتكلم النهاردة عن موضوع خاص بضعف الانتصاب عند الرجال، واحنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن أسبابها وإيه هي الأدوية المتوفرة لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال. هسيب لكم رابط الفيديو في الديسكريبشن تحت، لكن النهاردة هيكون كلامنا عن أفضل وأحسن من حبوب الفياجرا ب6 مرات. يعني إيه 6 مرات في القوة؟ احنا نقصد هنا مدى تأثيرها أو الوقت تأثيرها أو مدة تأثيرها في الجسم بيقعد أكتر من الفياجرا 6 مرات. يمكن اللي تابع معايا الفيديو اللي قبل كده عرفنا أن الفياجرا هي تحتوي على مادة السيلدنافيل. السيلدنافيل ودي أول حاجة يعني عملوها لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال، ولكن كانت مشكلتها ان هي بتقعد فترة قصيرة في الجسم حوالي 6 ساعات. اما العلاج اللي هنتكلم عنه النهاردة هو هنخصه بالذكر، هو السيالس 20 ملي جرام اللي بتحتوي على مادة اسمها التدلافيل 20 ملي جرام. يمكن احنا بننبه تاني او بنقول تاني ان كل دواء مثيل له، لكن باختلاف الشركات المنتجة بيكون له اسم تجاري مختلف. يعني السيالس او مادة التدلافيل 20 ملي جرام دي الشركة الام بتاعتها هي شركة ليلي، هي شركة عالمية متوفرة في كل البلاد سواء العربية او الغربية، لكن في كل بلد بيكون في شركات محلية بتقدر تاخد المادة دي وتصنعها تحت مسمى تاني باسم تجاري مختلف، لكن بيكون له نفس الفعالية ونفس المكونات، لكن مجرد اختلاف الاسم التجاري واختلاف السعر. لكن الشركة العالمية هي سيالس 20 ملي جرام اللي هي ليلي. هي بتمتاز بايه بقى سيالس 20 ملي جرام؟ ان هي مدة تأثيرها في الجسم بتقعد ل36 ساعة، عكس الفياجرا اللي كانت بتقعد بس 6 ساعات. عشان كده الناس اللي بتمارس العلاقة الزوجية اكتر من مرة في خلال يومين هيكون مناسب معاها جدا، لانها تأثيره يقعد في الجسم 36 ساعة، فمش محتاج ان احنا ناخد كل يوم حباية عكس الفياجرا اللي هي بتقعد 6 ساعات بس. طب ايه مميزات كمان السيالس عن الفياجرا؟ ان السيالس اقل في الاعراض الجانبية، هي مش خالية من الاعراض الجانبية، لكن اقل شوية في الاعراض الجانبية. يعني الصداع بيكون اخف شوية، واحتقان الانف والاحمرار في الوجه بيكون اخف شوية من الفياجرا، لكن موجود برضو، لكن بنسبة صغيرة جدا او قليلة مقارنة باعراض الفياجرا. طيب ايه هي السيالس؟ السيالس هي علاج لضعف الانتصاب عند الرجال، تركيز 20 ملي جرام من مادة التدلافيل. بتشتغل ازاي؟ بتشتغل عن حاجة ان هي بتعمل تثبيت او بتوقف عمل انزيم اسمه الفوسفوداي استريز انزيم. ايه الفوسفوداي استريز انزيم ده؟ لما بيبقى ما بيشتغل بيعمل انقباض للاوعية الدموية، وبالتالي بيقلل من تدفق الدم. لما احنا بناخد السيالس او التدلافيل 20 ملي جرام بيوقف عمل الانزيم ده، فبالتالي بيحسن من او بيعمل حاجة اسمها الدايليتيشن او انبساط في الاوعية الدموية، وبالتالي بيزيد من تدفق الدم للاعضاء التناسلية ويحسن من القدرة على الانتصاب. لكن لازم يكون في اثارة جنسية قبل عشان تحصل عملية الانتصاب. يعني اثناء المداعبة واحنا والناس واخد او الراجل واخد حبة السيالس، وفي اثناء المداعبة بيحصل انتصاب كامل وقوي وبيحسن من القدرة او القدرة على الانتصاب وبيعالج عن مشكلة ضعف الانتصاب. ناخده ازاي السيالس؟ السيالس بناخده حبة واحدة، طبعا بناخدها على معدة فاضية. هي عموما ما بتتأثرش بالاكل مش زي الفياجرا، بعكس الفياجرا لازم ناخدها قبل الاكل او بعد الاكل، تكون المعدة فاضية قبل الاكل بساعة او بعد الاكل بساعتين عشان تكون المعدة فاضية. السيالس ما بتتأثرش بالنقطة دي، لكن احنا دايما بننصح انها تكون على معدة فاضية، ما فيش مشكلة منها. يعني ناخدها قبل الاكل بساعة او بعد الاكل بساعتين، ومش لازم تكون قبل العلاقة الزوجية بساعة او ساعتين، لا عادي، لان احنا معانا 36 ساعة تأثيرها هيكون في الجسم. لكن هو مفعولها بيبدأ بعد ما بناخدها بحوالي من نص ساعة لساعة، بيكون الراجل جاهز للعلاقة الزوجية.
طب ايه هي مشاكل او موانع استخدام السيالس؟ ممنوع استخدام السيالس الا تحت اشراف طبي او بعد استشارة الطبيب المختص في الحالات الاتية: اول حاجة الناس اللي عندها مشاكل في القلب، تاني حاجة كمان الناس اللي عندها مشاكل في الكلى او مشاكل في الكبد، او الناس اللي عندها مشاكل في العصب البصري، كمان الناس اللي بتتعالج من تضخم البروستاتا وبتاخد اوريدي علاج لتضخم البروستاتا. ما ينفعش ناخد السيالس او اللي احنا لازم نستشير الطبيب، لان في تداخلات ممكن تحصل بينها وبين الادويه المعالجه للسيالس، وكذلك الادويه المعالجه لمشاكل القلب او الكلى او الكبد زي ما احنا قلنا، او ضغط الدم. لازم استشاره الطبيب المختص قبل ما ناخد الحاجات دي. ايه كمان؟ الناس اللي عندهم سرطان في الدم اللي هو اللوكيميا ممنوع عليهم السيالس، كمان الناس اللي عندهم انيميا فقر الدم او انيميا الخلايا المنجليه، دي بتبقى مشاكل في كرات الدم الحمراء، برضو ممنوع عليهم استخدام السيالس. كمان الشباب اللي اقل من 18 سنه ممنوع استخدامها. طيب ايه هي اعراضها الجانبيه اللي ممكن نحس بيها لو استخدمنا السيالس؟ هي اعراض جانبيه خفيفه وبسيطه ممكن تحملها، عباره عن صداع خفيف، زغللة في العين ممكن تحصل، هي نادرة الحدوث لكن ممكن تحصل، كمان بيحصل احتقان في الأنف، ممكن سيلان في الأنف، ممكن ألم في الظهر وألم في العضلات، دي بتخف مجرد ما بناخدها بعد شوية من الاستخدام بتاعها، بتبدأ تقل شوية تدريجي تدريجي وبتقل خالص وبتختفي مع الوقت، فدي أعراض بسيطة ممكن تحملها. ولو الصداع شديد قوي ممكن ناخد حباية للصداع بعد استخدامها، لو حسينا بصداع شديد ممكن ناخد حباية للصداع بعدها. دي كانت أهم أو دي حلقة النهاردة من دكتور كارلوس تيبس. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ادعمنا بعمل لايك وشير للفيديو عشان نستمر في رفع الفيديوهات الجديدة، ولو لسه ما اشتركتش معايا في القناة تعمل سبسكرايب في القناة، ولو عندك اي استفسار سيب لي تعليق تحت الفيديو.